ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما إلهام شانيل. جسبا إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وفي تمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي دائما إلهام شانيل. الفيديو ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بالوجه تحديدا لتبييض البشرة، التخلص من البقع الداكنة والتخلص من النمش والكلف. كنتمنى تعجبكم، نتمنى تستفدوا معايا منها لو ماكسيموم إن شاء الله، وتعطيكم نتائج مرضية أكيد. وهي سهلة مهلة، بسيطة ورخيصة، وغير بثلاثة ديال المكونات فقط لا أقل ولا أكثر. ما تنسوناش البنات بدعواتكم، تعليقاتكم، اقتراحاتكم، واستفساراتكم والنتائج ديالكم اللي دائما كتهمنا وكتهم القناة بصفة عامة في خانة التعليقات. أكيد على راسي وعيني نرحب بتعليقاتكم الرائعة والجميلة في الكومنتر. أيضا ما تنسوناش بالنتائج ديالكم ولا النتيجة ديالكم كما سبق لي وذكرت، يعني بعد تجربتكم لأي وصفة طبيعية مقدمة لكم دائما من طرف القناة ديالي إلهام شانيل بعد مرور واحد الأسبوع أو أسبوعين من الزمن او من الوقت. خلي لنا في الكومنتير كيف جاتكم الوصفه، واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش، واش توتات معكم بليتو ولا ما توتاتش معكم. ايضا اللي عندكم دي غوسيت اخرين بخصوص الوصفه، الوصفات التبييض، الوصفات ديال يعني اللي كيرجعوا البشره شابه في سن 20، في سن 19 سنه و 18 سنه، فاكيد بارطاجيهم معنا. انا شخصيا بدوري نجربهم، ولا عجبتني الوصفه ولقيت عليها نتائج مضمونه ومجربه اكيد نبارطاجيها في القناه باش تعم الفائده للجميع. لما لا، على بركه الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، باش ما نطولش عليكم اكثر في مقدمه الفيديو. من بعد نمشيو لطريقه التحضير، ومن بعد نمشيو لطريقه الاستعمال على بركه الله. نبداو باول مكون اللي هو بودرة نيدو او بودرة الحليب. كتساعدنا على تبييض البشره كيف ما ممكن تخلصنا من التجاعيد، خصوصا التجاعيد المبكره. بالنسبه لبودرة الحليب عندها فوائد كثيره لا تعد ولا تحصى. غادي نحتاجوا الكونتيتي ديال 3 المعالق صغار ديال بودرة الحليب نيدو او بودرة الحليب غبره كيف ما كانت النوعيه ديالو. بالنسبه لثاني مكون معنا في هذه الوصفه هو عباره عن بودره، هو القهوه سريعه الذوبان. ممكن تاخذوا اي نوعيه، اي اسم بغيتوا، الاسم اللي كيناسبكم دائما هو اللي تختاروا. كما كنقول لكم ابدعوا كما تشاءون، فدائما الحاجه اللي تواتى معكم اللي تناسبكم اللي تستافدوا منها وتعطيكم اكثر واكثر هي اللي تمشيوا ليها. الحاجه اللي ما تستافدوش منها ما تعطيكمش اكيد، ما تحاولوش تمشيو ليها نهائيا. بالنسبه لثالث مكون معنا البنات هو العسل، هو عباره عن سائل اكتفيت غير به. ممكن تضيفوا زيت الزيتون، زيت ارغان، زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو، هناك زيوت كثيره. ممكن تضيفوا داكشي اللي بغيتوا، اليوغورت اوسي، الحليب كامل دسم اوسي. دونك هنا لو شو تيبقى لكم، ولكن هنا اكتفيت غير بالعسل. بودره الحليب نيدو اللي غتساعدنا على تبييض البشره والتخلص من التجاعيد، وايضا القهوه كتساعد على التخلص من التجاعيد، وان شاء الله ترجع لنا البشره ديالنا شابه في سن 20 او في سن 19 سنه ان شاء الله وباذن الله كذلك. والعسل اكيد اكيد رائع ومفيد وفوائد. كل هاد المكونات ممكن تبحثوا عليها على حدة، يعني كل مكون على حدة ممكن تبحثوا عليها على الفوائد ديالو سوغ انترنيت، وغتلقاو فوائد لا تعد ولا تحصى واستافدوا منها. ولا عندكم ايضا ديزانفورماسيون اخرين خليهم لينا في خانة التعليقات، لما لا ما نستافدوش من بعضنا البعض ولنستفيد جميعا اكيد. دونك على بركة الله غنمشي باش نخلط هاد المكونات، يعني الحليب نيدو مع القهوة مع العسل. وغنبدا اول حاجه بالبودرات كما كتعرفوا ضروري الى عندنا دي غوسيت ديال البودرات والسوائل. نبداو بالبودرات، من بعد نمشيو للسوائل. هنا غادي نبدا بالبودره ديال القهوه والعسل. دونك على بركه الله غادي نبدا كنضيف القهوه، العسل، الحليب نيدو عفوا، عاد من بعد نضيف العسل ونخلطو، نحاولو نخلطو لو ماكسيموم كيما شفتو الخليط كيصبح بهذا الشكل هذا. جيسبيغ يبان ليكم، نحاولو نخلطو.
دونك خلطوا مزيان حتى تولي لكم بودرة مخلطة مع القهوة بهذا الشكل هذا، يعني كما هو موضح في لا فيديو، جيسبيغ يبان لكم. دونك يكون بهذا الشكل هذا، يعني خصنا نخلطوا مزيان الوصفة والمكونات. عاد من بعد نبداو نضيفوا العسل. نكتفي بهذا المقدار ونخلطه اكيد. بغيتو تضيفوا زيت الزيتون، اليوغورت، الحليب، اي سائل واحد اخر كيعجبكم وكتفضلوا مع الحليب والقهوه عملوه، يعني دائما الحاجه اللي تتوت معكم عملوها. غادي نعاود نزيد نضيف العسل، ونخلطو حتى تجنس لينا الوصفة وتصبح يعني سائلة، قوام سائل أو قوام اللي كيكون في المتوسط، ونديروها على لابوت الوجه ديالنا. راه متحاولوش تكترو الكونتيتي، لأنو لكنتو فرد واحد أو شخص واحد كونتيتي كتكون كتيرة، ما لكنتو يعني جوج ديال الأفراد حتى لتلاتة أو لربعة فممكن تكترو الكونتيتي، اما غير الفرد واحد فحاولوا تعملوا غير كونتيتي قليله او متوسطه. غادي نزيد نضيف العسل المتبقى عندي في الاناء، ونخلطوا الكل. حاولوا تخلطوا البنات مزيان كومسا تنجح معكم الوصفه، وحتى دوك الحبوبات ديال القهوه يذوبوا له ماكسيموم. الا ضفتوا اليوغورت ولا الحليب الوصفه غتجيكم سائله اكثر واكثر. هنا ضفت لها غير العسل، فشفتوا القوام ديالها كيفاش جاي، يعني ما جاتش سائله بزاف، جا قوام اللي هو قاصح شويه ولكن غادي يوفي بالغرض. وبعد ما تصبح لكم الوصفه بهذا القوام هذا اللي وريتكم هانتوما، نحاول نقرب لكم. دونك كتولي بهذا الشكل هذا، غادي تطبقوها على البشره الوجه ديالكم لمده كتراوح ما بين ربع ساعه او ثلث ساعه او نصف ساعه، اي 30 دقيقه. بعد ما تحسوا بها نشفات على الوجه مزيان، ودوك الحبوبات ديال القهوه ممكن يعملوا لكم تقشير الا بغيتوا، يعني تقشروا بهم الخلايا الميته والشوائب ايضا من البشره، فمزيانين غيتواتاو معكم. سينو ممكن تضيفوا عليهم الحليب باش يذوبوا نهائيا، خصوصا الحليب الساخن او الحليب الدافئ. فكما قلت لكم من بعد ما تطبقوها على البشره وتحسوا بها نشفات، غتوصلوا الوجه ديالكم بالماء الدافئ والصابون او الجيل نيتوايون ولا الغاسول اللي كتغسلوا به نتوما يا البشرة الوجه ديالكم،
هو من وراها يعني غتحصلوا على بشرة غزالة، بشرة مشرقة فيها حيوية فيها إشراقة، وأصلا غادي تكون إن شاء الله بشرة شابة في سن 20 وفي سن 19 سنة و18 سنة، لأنه بزاف السيدات كيسولوني على الوصفات اللي كيرجعوا البشرة شابة. فهاد الوصفة من بين الوصفات اللي غترجع لكم إن شاء الله الشباب ديالكم، خصوصا إلا داومتوا عليها، يعني إلا داومتوا عليها دائما سواء في شهر رمضان المبارك السعيد أو من ورا شهر رمضان المبارك السعيد، المهم تداوموا عليها، غادي تكون وصفة رائعة بامتياز. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش بارطاجيو هذا الفيديو مع الحبيبات ديالكم والصديقات والزملاء ديالكم اللي تعم الفائدة للجميع. وانا نشكركم بدوري على المتابعة ديالكم لهذا الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله في البروشين الفيديو. خليت لكم الراحة، وهنا وبسلام عليكم حتى الفيديو الجديد.